اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا بساطه سهوله مرونه. الماتيريال هنستاذن طبعا مخرجنا الجميل نستعرض شويه المشتريات بتاعتنا قبل طبعا ما نستقبل ضيفتنا النهارده اللي هتكون النجمه بتاعتنا في الاستوديو ونعرف تفاصيل كتيره واسئله كتير. معانا لحمه مفرومه متعصجه، معانا فراخ صدور مفرومه، هنعملها ايه مش هنعرف. الضيفه بتاعتنا طبعا اللي هتقول المنيو، يعني بطاطس متقطعه، ومعانا شويه تمر خالي النوى، جبنه موزاريلا، كنافه، مكرونه بنه، وشويه الخضار اللي معانا يوميا في البرنامج في المطبخ. وده الطبيعي لاي مطبخ، بس عايز اوضح حاجه، مطبخك فيه اساسيات البصل والثوم والخضره، دي بتشتريها مره في الاسبوع، مره كل 15 يوم، ولكن اذا تعملي فراخ هتعملي لحمه هي الحاجه الوحيده بس اللي ممكن تشتريها او موجوده عندك في الديب فريزر. ولكن نصيحتي لما تخش المطبخ، وما زلت اقول، انت اعملي اصناف كتيره بكميات قليله عشان تبقى الاذواق كتيره على السفره، ولادك وضيوفك وحبايبك وانت وجوزك ربنا يخليه لك. طبعا مهم جدا ان هو يختار اللي هو حبه. طبعا مش عايز اقول لحضراتكم، لان احنا من بدايه الشهر الكريم بيكون معانا نجمه من نجوم شاشه القناه الاولى، مقدمين نشره الاخبار وصباح الخير يا مصر. ويحكى ان مين ضيفتنا النهارده؟ طبعا هنشوفها بعد الفاصل ونستقبلها مع حضراتكم في الاستوديو بتاعنا، وتاسئله كتير وتفاصيل كتير في الحلقه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نجمتنا النهارده وضيفتنا النهارده هي كوكتيل، مذيعة شاطرة متألقة، كمان ممثلة، ملكة جمال مصر عام 2000. طبعا هتكون معانا في الاستوديو بتاعنا الجميل، وهنعرف اسئله كتير وتفاصيل. بس على فكره هي شاطره في المطبخ جدا، وبتنافس يعني افراد العائله واصدقائها في المطبخ. بتتميز بان هي بتعمل الحاجات اللي هي الغريبه شويه، زي المكرونه البشاميل، المكرونه الجريسكو، البيكاتا، الحاجات اللطيفه دي. طبعا هنستقبل نجمتنا النهارده وهي طبعا مذيعه متالقه وكمان نفس الوقت ممثله، وهي طبعا بتقدم برنامج يحكى ان. معانا الاستاذه رانيا السيد، فلتتفضل. هناخد جايزه النهارده، جوائز ممثله. ميرسي 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 على التقديمه الحلوه. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل مشاهدي القناه الاولى بخير وطيبين دايما، وقاعدين مستنيينك كل يوم عشان يشوفوا هتطبخ لهم ايه وهتقول لهم ايه. اشكرك. فكره انا عندي بنوته الصغيره الدلع بتاعها اسمه سوسو. يا حبيبتي ربنا يخليها لك. اشكرك. ربنا يخليها لك، سلمني عليها جدا. يوصل يوصل. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا شيف مغازي، وكل الناس طيبين وبخير، وكل مشاهدين القناه الاولى يا رب بخير، وكل مصر بخير وطيبين دايما. على فكره احنا نعرف بعض من طبعا طبعا عشره قديمه، ايام برنامج شيف ونص على النايل لايف. اكيد مزبوط. اكيد طبعا طبعا. نورتيني يا ست، منوره بيك يا حبيبي. ميرسي. يحكي عنا يلا. ان المطبخ دايما فيه تفاصيل كتيره. انا شايفه تفاصيل كتير جدا. الموضوع مش سهل على فكره، يعني الناس اللي فاكرين انه برامج الاكل سهله، لا الموضوع مش سهل، مش زي ما انتم متخيلين، تفاصيل كتير جدا. ويحكي عنا ان المطبخ لازم فيه تغيير، وفي كمان نجدد من الصفحه بتاعتنا. صحيح. فاحنا معانا ماتيريال كتير. ماتيريال كتير. معانا بطاطس متقطعه وكريمه لباني، ممكن نعملهم ايه؟ بطاطس متقطعه وكريمه لباني. ممكن نعمل شوربه بطاطس، لو نحط عليها جزرايه كده تبقى لذيذه، تاخد اللون المصفر شويه، تاخد اللون كده وطعم مختلف. اخلي حضرتك تعمليها. يلا. ومعانا فراخ مفرومه اللي هي صدور، ومعانا مكرونه بنه، كريمه لباني برضو، وشويه بشاميل، وفي جبنه موتزاريلا كمان. في جبنه موتزاريلا. يلا كويس. نعمل بشاميل بالفراخ. حلو. باش انا يعني شفت اللي بتركبي المنيو على بعض. يلا نعمل بشاميل بالفراخ. معانا كنافه وتمر خالي النوى، متفصص. والكنافه بصراحه متبهدله معانا في الشهر رمضان. جميل. عملوها دلوعه ومتحرجه والغرقانه والمدلعه وكله، فاحنا عايزين ننقذها من ده كله. يلا. وندخلها على التمر نعملها بطريقه جديده. اوكي. ومعانا كمان سمبوسه، بس هعملها النهارده بطريقه مختلفه، هعملها مشويه مشوية. مش مقلية. انا اول مره اسمع بقى عن السمبوسه المشويه. ده جديد. ده الناس كلها بتخاف من التخن في رمضان بسبب حبنا للسمبوسه عشان القلي والزيت. مظبوط. ايه بقى حكايه المشويه دي؟ انا هعملها بطريقه جديده النهارده، هي نفس الخلطه وكل حاجه، بس طريقه الشوي فيها تركاية كده، هنشوفها مع بعض. يلا. طيب. احب اتعلم جدا المطبخ على فكره، انا كنت ماليش في المطبخ خالص. وبعد كده بقى سالوا لي انك شاطره في المطبخ. مش حبيته، ما انا في الاول كان ماليش، وبعد كده لما دخلت وابتديت اجرب وابتديت ادوق وابتديت اتعلم، بقيت مجنونه مطبخ. طب ليه حبيت المطبخ؟ حبيته بقى، حسيت ان كل واحد فينا عنده ذوقه وعنده طعمه وعنده عنده مزاجه في المطبخ. المطبخ كمان هو حديث العائله، هو مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه. ايوه. تقدري تخاطبي بيه كل الاسره يعني. طبعا. وضيوفك. طبعا. طيب
هنشوف مع بعض مقادير البطاطس طبعا هتعملها الاستاذه رانيا السيد النهارده، طبعا مقدمه برنامج يحكي عنها، هي ضيفه النهارده، هي مش ضيفه، هي صاحبه مكان. مرسي. هتعمل لنا شوربه البطاطس بالكريمه. اه مقاديرها على الشاشه، هنحط عليها جزرايه. اه ايه رايك؟ ممكن تتفضلي بقى تساعديني بعد اذن حضرتك. كويس قوي، استعدي كده، اللي بيخش المطبخ طبعا بينا. لازم يستعد يلبس الجلافزات بتاعته. يلا اتفضلي. يلا ايوه، واحنا في منافسه هنا النهارده بقى، عايزين نشوف. لا لا مفيش منافسه، احنا جايين نساعد بعض بس كده. موضوع طيب. المنافسه احنا طيب. مش قدك يا شيف مجاز. لا ما انا عايز اشوفك تعملي الشوربه ازاي. لا اكيد، لان قالوا ان حضرتك شاطره جدا. انا بحب المطبخ جدا. أي وبحب قوي الحاجات المختلفه. حلو. وبحب التنوع، سبيشلي لما بيبقى البيت فيه كذا فرد. حلو. الله. بيبقى لكل واحد ذوق ولكل واحد مزاج معين في الاكل، ولما تسمعي منهم كلمه حلوه وانت قاعده كده. آه. تسلم ايدك يا رانيا. أيوة. والله الشوربه حلوه. او تسلم ايدك يا مامي. او تسلم ايدك يا رورو. بمناسبه مامي بقى، ايوه انت جيتي بقى فتحتي مجال للاسئله. يلا رانيا، تحبي تاكل ايه من ايد مامتها في بدايه الشهر الكريم؟ اولا كل سنه وهي طيبه، اقول لها كل سنه وهي طيبه وجميله وبصحه دايما، هي وكل الامهات يا رب، وربنا يخليهم لنا. لا انا بص بقى، انا خارجه من مدرسه اكل اتعلمتها من امي. آه. يعني امي طباخه جميله قوي. حل. وطعمه قوي، واكلها نفسها فيه حلو قوي. حل. بتعمل حاجات حلوه قوي. آه. محاشي يعني خطيره. لا بس في اكله يعني لما بيجي الشهر الكريم رانيا عارفه ان هي هتفطر منها. الحمام. الحمام. آه. الحمام ده ماكلوش غير عندها. حل. الحمام ده بتاعها. اه يعني ملعبها. ملعبها. آه. تخصص بقى. بتعمله بالفريك ولا بالرز؟ الاثنين. بالاثنين. الاثنين. وانا بحب الاثنين على فكره، انا بحب كل الاكل. حلو. عندي مشكله بقى كمان ان انا اكيله قوي. آه. وده بيخليني اكل كتير، وبعدين لما بتبقى بتعرف تعمل اكل وبتحب تاكل. بالموضوع بيبقى محتاج شويه كنترول. يعني اعرف من كده انت بتتعزمي ولا بتعزمي في رمضان؟ الايه؟ بتتعزمي، تحبي تتعزمي ولا تعزمي؟ بحب طبعا. آه. بحب اتعزم وبحب اعزم. آه. لاني الاكل في رمضان بيحب اللمه دايما. طبعا اللمه واصحاب العيله والعيله وكل ده. آه. بالظبط. طيب رانيا لما تخش المطبخ وعندها ضيوف، اول ما تفكر تعمل اكل ايه هي حابه تعمله؟ هعمل فريك بالبط. بط بالبط. عامل اكله صعبه قوي. قول لنا بيتعمل ازاي. انا بحب قوي الفريك. بحب الفريك جدا، وبحب قوي البط بالفريك. بعمله ازاي؟ عايز تعرف طريقه الفريك؟ طريقة. بس خليني الاول تبلي لي البطاطس دي كده على طريقتك، انا ريحتك من تحمير البصله. آه. وريحه البصل. تبليها لي. أتبلها. بهارات. يلا شوفي ايه ذوقك في التوابل، لان التوابل كمان مهمه. بص. جدا انا احب اديها كده نقطه كركم. حل. ما يضايقنيش. شويه بابريكا تدي لون وطعم. حل. مش هحط لها كمون. برافو عليك. هحط لها ملح. في زعتر، ايه رايك؟ ممكن اديها شويه زعتر. هحط لها ملح وفلفل. يلا حلو قوي. لا شاطر انت، لو كنت حطيتي كمون. لا 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 تبقي فاشله في المطبخ. لا 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 هتاخدي درجه زيرو. الكمون اولا طعمه بيركب على كل حاجه. وليه استخدام معين، وفي حاجات تحب الكمون. الله عليك. وحاجات ما تحبش الكمون. من ضمن الحاجات اللي تحب الكمون اساسي. ما ادتنيش الملح. الملح الحاجات اللي تحب الكمون اساسي. وبنشوفه دايما على السحور، ايه هو؟ الفول طبعا. مثلا شاطره يا اخوانا، دي شاطره في المطبخ جدا. اتفضلي نحط كده. احكي لك بقى عن الفريك بتاعي عشان الناس كلها بتحبه. كويس الملح كمان بالسالب، يعني نقدر نعالج مشكله زياده الملح. الملح والسكر طبعا. اللي بيحبهم قوي بيواجهوا مشكله كبيره، لان هم خطر جدا. حل. بس للاسف برضو احيانا انت عارف المصريين اكيله. ممكن تحط لنا ميه؟ واحنا بنحب الاكل نديها تشويحه بس. طيب نديها كده تشويحه بسيطه، ندي لون للبطاطس وتاخد لون وتبقى كمان تاخد لون وتبقى مستويه حلو، ونديها تشويحه. حل. حلوه. حبايبنا نقدر نشوف مقادير مكرونه بالبشاميل، المره دي هنعملها بالفراخ مش باللحمه، والبطاطس في ايد الاستاذه رانيا بتتكلم مصري. ايوه الضحكه الجميله. يا أيوة. حبيبي انت جميل يا شيف مغازي، والناس كلها بتحبك. الله يبارك لك، اشكرك، انت منورانا. هنحط لها مرقه او بتحط لها حاجه ولا ممكن شوربه فراخ او شوربه لحمه؟ او لو عندك. مظبوط. حلو، زود الميه. هزود. وعارف دي لو خدت جزرايه تبقى لونها ومعاها نص طماطمايه، يعني هي الشوربه زي السلطه فيها تركيبات كتيره. بالظبط. بس انا حابب البطاطس تبقى واخده طعم البطاطس. يبقى كنا نديها كده نص جزريه بس عشان ما يضايقكش. مفيش مشكله. انا بص المطبخ ده موسوعه، مين اللي حابب احكي لك عن الفريك. الفريك بقى انا. بنقع الفريك شويه في ميه الاول. عشان يبوش. وبعدين بصلايه وشويه ثوم وجزره. حلو. كله مضروب مع بعضه في الكبه او مبشور وبيتشوح. هنقفل دي ولا هنسيبها كده؟ لا هنزود لها شويه ميه بس كمان. يلا.
وبعدين بعد ما بشوحهم حلو مظبوط ببتدي انزل الفريك بكون سلقه البطه، بكون سلقاها سلقه حلو حلو، وبعدين ابتدي اشرب الفريك من شوربه البطه. الله عليك، حبه 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 في حبه، وتشرب الفريك واديله تاني، ويشرب الفريك واديله تاني، حلو ايوه، ويشرب الفريك اديله تاني، حلو وكده بقى حلو، لحد ما يوصل الفريك معايا للون وللطعم والليونه اللي انا عايزاها، الجوسي الحلوه الجميله حلو الطريه اللي احنا بنحب بيها الفريك ده حلو. طبعا ملحك بقى وفلفلك وكرادي، بتبقى الشوربه متحبشه فاهم ازاي؟ الاستاذه رانيا لما بتحب تخش المطبخ لازم تكون رايقه وفايقه، ولا تخش وهي متضايقه تعمل ليه الاكل وخلاص؟ طب تصدق ان انا كتير بدخل المطبخ وانا متعصبه جدا واطلع غلي في الطبخ والاكل يطلع حلو، والاكل بيطلع زي العسل، مع ان النظريه عكس كده خالص، واطلع اطلع وافضل اعمل مجهود واجرب وافضل اعمل، يعني كتير ادخل وانا رايقه وكتير وادخل وانا مودي مش حلو، ولكن واطلع كل الانرجي بتاعتي بقى في الاكل في الاكل. ولكن يحكى ان الواحد لما يكون عنده مشكله مستعصيه او موضوع خطير، ربنا ما يجيب مشاكل، يعني لا بص في امور بتمر يعني ازمات وعايز يحل المشكله دي، يخش المطبخ يطبخ بيبقى هو والاكله والمشكله. لا خد النظريه دي بجد، يعني دي نظريه المغازي بقى، عندك موضوع عندك سيناريو عندك بتفكر بقى وانت بتركزي مع الاكله والموضوع يحكى عنا، بس جربي ايوه هجرب. طيب. انت بقى شايف مغازي يقول لي ايه احلى اكله انت بتحب تاكلها بقى، وبتحب تاكلها من ايد مين؟ هو ده الكلام بقى، انت بتحب تاكل ايه احلى اكله بالنسبه لك ومين اللي بيعملها لك؟ انا كنت احب اكل من ايد والدتي رحمه الله عليها دايما الملوخيه بالارانب رحمه الله عليها، الله على الملوخيه وطبعا من ايد زوجتي دلوقتي احب دايما طاجن الباميه باللحمه الضاني. الله، بتحب اللحمه الضاني؟ انا ما باكلش غير اللحمه الضاني، ما بتبقاش تقيله عليك؟ يعني انت فيكي بقى تتقللي من الدسمه بتاعتها. طب هيسالك سؤال على موضوع الملوخيه ده، موضوع الشهقه بتاعت المصريين ده حقيقي؟ ده طبعا لازم، انت لو ما شهقتيش يا استاذه رانيا ما تبقاش الطشه طشه. بجد بجد والله الشهقه ده حقيقي، الشهقه دي لازم التومه تتحمر تاخد اللون البراون الجميل، الكلام ده موثوق فيه متوثق. وعلى فكره الملوخيه بمناسبه التوثيق متوثقه من الاكلات الشعبيه المصريه طبعا، مين ما بيحبش الملوخيه؟ دي اكله مصريه صوبه مصريه طبعا طبعا. شفت انت البطاطس بدات تستوي ازاي؟ وعندنا يا نعم انت تحبي الملوخيه يا رانيا؟ جدا بجد بموت في الملوخيه. تحبي تاكلها بالفراخ ولا بالارانب؟ احب اكلها بالفراخ واحب اكلها مع رز ابيض مش رز بشعريه. كل الناس يحبوها كده بالرز الابيض مع اني بحب الرز بالشعريه برضو، بس اكله مع خضار تاني. قولي لي بقى لما تخش المطبخ ابن حضرتك يحب ياكل ايه من ايد مامته؟ ده مغلبني في الاكل، مغلبني ايوه، مغلبني. هم الاولاد هو عنده كام سنه؟ هو 13. ربنا يخليه لك يا رب. اسمه ايه؟ عندي ياسين واحمد. ياسين احمد وياسين احمد الصغير. لا ياسين الصغير. ياسين الصغير. واحمد كام سنه؟ 16. ربنا يبارك لك فيهم يا رب، يخليهم لك. ميرسي. بيساعدوك في المطبخ؟ عندهم هوايته خالص. ياسين الصغير بقى هو اللي بيحب، ولا يحب يخش المطبخ؟ لا ياسين يحب. احمد لا، ياسين بيحب يدخل المطبخ جدا، ميوله وهوايته للمطبخ، ميوله وهوايته لدرجه ان انا فكرت ادعم الموضوع واعلمه او اديله ورشوب، جيبهولي تعلمه الاكل. عينيا حاضر. بيحب يعمل حلويات قوي يا شيف، يحب يعمل كريبات، يحب يعمل فرنش توست، الحاجات اللي فيها افتكاسات دي، يحب يعمل وافلز، يحب يعمل ميلك شيكس، حلو، يحب يعمل الحاجات الحلوه. حلو. طب استاذه رانيا ايه من الحلو؟ موقفك ايه من الحلويات في المطبخ؟ في المطبخ لا، مطبخ حلو لا، مش مطبخ الحلو انا اشتديه تشتريه. لا ما اطبخش حلو، ما اعرفش اعمل حلو. لا مش محبش، ما اعرفش. ما تعرفيش تعملي حلو؟ اعرف اطبخ اكل اكل. يعني معناته ان ابن حضرتك عوضك طبعا. هرينا حلو طول اليوم. بس طبعا لما بيدخل المطبخ المطبخ نفسه بيطلع بره، ما بنبقاش عارفين ايه اللي بيحصل. طبيعي يعني ما بنبقاش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس يعني تمام هو بيبقى مبسوط وبنحاول بقى ننقذ ما يمكن. هم الرجاله لما بيخشوا المطبخ عموما والشباب يعني بيعملوا شويه كركبه كده. ايوه بالظبط بالظبط. استاذه رانيا في بدايه الشهر الكريم اتعزمت اول يوم يعني ولا عزمتي؟ لا مامتي طبعا. مامتك تروح تفطر عند مامتك؟ طبعا دي طبعا دي اساسي طبعا. فطرتك ايه يا ست الكل؟ اكيد يا محاشي وحمام ورقاب اللحمه المفرومه. ربنا يديها الصحه. امين يا رب. ويديهم كلهم الصحه. أمين. كل الحاجات الحلوه عليها سمبوسه. انا عايزه اقول لك ان اصحابي بيطلبوها يعني هي سمبوسه مامتك يا رانيا. عندها خلطه مع السمبوسه مع خليط الجبن، بتقطع فلفل الوان وزيتون، بتعمل ميكس لذيذ قوي. طب بمناسبه السمبوسه، ايوه علمك تلف السمبوسه؟ ما بعرفش الف السمبوسه. طب هنلف السمبوسه مع بعض. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ يا ريت تعلمني حالا دلوقتي. حاضر. طب ناخد مقادير السمبوسه ولا نطلع فاصل يا شباب حابين؟ طيب نكمل مع بعض لف السمبوسه. يلا
هنطلع نتعلم لف السمبوسه. لا انا هعلمك ازاي تطلعي من هنا دلوقتي تبقي انت نفسي خبيره لف السمبوسه، لاني عندي افكار لحشو السمبوسه كتير جدا وعايزه تلفيها بس ما بعرفش. في تركايه صغيره بجد ولا يا استاذ رانيا هعلمك تلف السمبوسه، كل ما تلف السمبوسه تفتكر الشيف المغرب. يلا. فبتاعت السمبوسه ازاي؟ لا ما ركزتش، كنت مركزه مع ياسين. تعيد لي واحده. حاضر. تعيد لي واحده. بص طب واحده واحده كده بس عشان استاذ رانيا تطلع من هنا لازم تلف السمبوسه وافتكر شيف مغازي. امسكي لي كاسه الكل. انا بايدي كمان؟ اه يلا حطها على ايدك كده. لا استنى عشان الموضوع سهل جدا بس انت حاضر. اهي شفتي خلينا نعملها كده وعلى نفس ايدك كده اهي ونحط الحشوه. كده ايوه حط شويه اللحمه كده واعملي زي ما عامل دلوقتي يعني بصي الايديا بس وايديا كده وحبيت تطلعوا فاصل واحنا بنتعلم مفيش مشكله اهو يلا نتعلم طلعينا فاصل استاذه رانيا طلعينا فاصل استاذه رانيا يلا نطلع فاصل يلا مشاهدينا نطلع فاصل مع بعض ونرجع نكمل معانا النهارده مع شيف مغازي بنعمل اكلات حلوه قوي خليكم معانا شكرا ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاكاديميه المغازي لتعليم فن السمبوسه لو احكي لكم السمبوسه عامله فيا ايه طبعا هو مصر شيف مغازي انه يعلمني وانا بتعلم الموضوع ما طلعش صعب بص ارجع كده بقى ايوه هي الطلعه الاولى بس الطلعه الاولى اتصور لو الله يا رورو عملنا سمبوسه الله أول مرة أعملها برافو أنا هفتكرك دايماً وأنا بعملها زي الفل تسلم إيدك بجد هي بص كل حاجة علمتني وبتقفلها بدقيق مية ودقيق لازم دقيق ومية مش لازم مية ودقيق أنا مش بحب البيض في قفل السمبوسة ليه في ناس بتقفلها بالبيض يعني هي بعد ما بتبرد ونيجي على الفطار ناكلها بيبقى فيها شوية زفارة شوية عشان البيض لا البيض ودقيق أحلى أنا مامتي بتقفلها بالبيض ودقيق برضه قصدي سوري باللبن بالمية ودقيق مية ودقيق أهي بصي حشوة هي زي مليانة بطاطا ايوه طبعا بتاعتك مظبوطه جدا اخر واحده عشان نحطها في فرن تشوي اهي هو اهم حاجه طلعت المثلث في الاولى تظبطي الضلعين الاولين اوكي بعد الضلعين الاولين خلاص الضلع الثالث بيطلع معاك لوحده اوكي بس ازاي كمان واحده يلا اخر واحده اخر واحده طب واحده يا استاذه رانيا المخرج عايز يشوفك بتلفي هو بقى فرصتك الاحراج ده بس فرصتك يلا فرصتي لا على الشيف مغازي علمني بقى ومحدش قدي دلوقتي في السمبوسه انا هنافس طلع الاولى اهي المثلث المثلث حط المثلث يا الضلعين حاضر بس ابن ضلعين الثالث هيتبين لوحده بس اطلعي حاضر ايوه استنى اهو بصي هي دي بس خلاص بس حلو انا عارف انك بتسافري كتير طبعا قفلنا بقى بص بص قفلنا ازاي برافو عليك سقفه ليها سقفه لاستاذه رانيا ميرسي تمام ايوه انت طبعا عارف انك بتسافري كتير احيانا لما بيكون عندي اجازات لما الولاد بيكون عندهم اجازات مش طول الوقت ولكن يحكى ان انك بتسافر يحكى ان انت لما بتروحي اي دول من الدول اللي بتسافريها ايه الاكلات هل بتبقي بتدوري على الاكل المصري ولا بتاكلي الاكله اللي مشهوره بقى البلد احكي لك حكايتي مع الاكل انا مثلا البلد اللي ما فيهاش اكل اعرف اكله ما بروحهاش خلاص انا رحت مره فار ايست يا شيف مغازي كنت بعيط في الشارع زمان كنت بعيط في الشارع مش قادره خالص كنت على الاكل ورحت مثلا بانكوك رحت بي ايلاند رحت مثلا تايلاند رحت يعني رحت كذا حته في فار ايست كان عندي ازمه في الاكل وفريحه الاكل هناك حل. الاكل الوحيد اللي كنت باكله لما كنت بلاقي مطعم ايطالي ادخل اكل بيتزا او شاي باستا سي فود كتير يعني. ما بقدرش على ريحته حل. هناك ما السي فود ريحته هناك مش زي اكلنا حل. ما بقدرش على ريحته احنا برضو بننظف الاكل حلو وبنديله ريحه حلوه حل. ما بقدرش على ريحته وكنت باكل اكل هندي حل. كنت بعيط في الشارع من الاكل اللي انا مش عارفه اكل ماشيه جعانه مش عارفه اكل قرفانه من كل الاكل بس بقى طبعا بلاد تانية يعني سايبرس مثلا قبرص اكلهم ميديتيريان زينا قريب مننا اللي احنا مش بعيد عن بعض فسلطات شبه بعض في شويه اكلات شبه بعض في رزات في مكرونات البلاد كل ما كانت قريبه من مصر انا بتبسط فيها بتلاقي الحاجه اللي هي مناسبه بلاقي اكل اعرف اكله انما لو بعدت قوي لا بتعب من الاكل اللي ما بحبوش ما في رمضان الشهر الكريم ما كانش مثلا صدفه انك انت مسافره و وتفطري بره لا 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 الحمد لله طول الوقت في شهر رمضان بكون موجوده في مصر ما اقدرش اسيب مصر في رمضان ومامتي والولاد وعيلتي وكده لا طول الوقت ببقى في رمضان ايه الاكله الحلوه اللي تحب الاستاذه رانيا تكون موجوده في الايام الاولى من الشهر الكريم او في اليوم الاول يعني الحمام
انا بحب الحمام قوي. بحب الحمام قوي، بحبه بالفريك وبحبه بالرز. يعني عاده اللي يحب الفريك ما يحبش الرز. حلو. واللي بيحب الحمام بالرز ما بيحبش بالفريك. حلو. انا بحب الاثنين. تحب الاثنين. طب شفت رشه السماد ديت؟ الله، بحبه قوي. بحبه قوي على السلطه. بحبه قوي على الاكل. انا اول مره اشوف موضوع السمبوسه المشويه دي. يعني فكره السمبوسه المشويه جايه من اكله مشهوره في المطبخ الاردني اسمها مسخن الدجاج. مسخن. معروفه بنطلبها. بتتعمل بزيت زيتون وسماق. ايوه. فده واخد نفس السكه. فهنشوف الفرق. اوكي. الدجاج خلاص. حلو قوي. عملت حطيت عليها ايه بقى؟ حطيت شويه صوص طماطم. وشويه بهارات حلوين. ايوه. وجهز الطماطم كده. هنعمل مع بعض بشاميل دلوقتي. يلا. شاطره في عمل البشاميل. انا بقى البشاميل انا وحظي اوقات بيطلع حلو اوقات يكلكع مني ومضربات في الخلاط. هقول لك برده على طريقه كده لعمل البشاميل عمره ما يكلكع مني. يلا. تركايه صغيره كده يخلي البشاميل معاكي زي النعام، يعني بصي خفيف جدا وزي الفل. طاسه على النار اهيت، بنحط في الطاسه دي شويه زيت صغيرين. جميل. تحط زيت الزيتون على النار عادي؟ بقى عادي. هنحط معاه سمنه. بتحط معاه شويه سمنه او حته زبده. أيوة. على حسب انت بتعمل ايه. بيقال انه ما يتحطش على النار لوحده. زيت الزيتون كتره على النار كتير طبعا. بنفقد القيمه الغذائيه بتاعته. ايوه. ودي السمنه زي الفل. هناخد شويه دقيق صغيرين سريعا كده. والدقيق بيتحمر، انت قلبي لي الدقيق بقى بعد اذن حضرتك. يلا عينيا. زي الفل. تمام. هتديني المعلقه اللي قلب بيها؟ ايوه هي ست الكل. المضرب اهوت. المضرب. يلا يلا. عندنا حليب بيغلي اهوت. جميل. وعندنا شوربه على النار. حلو. هنحط اللبن على دي ولا نستنى شويه لما ياخد لون؟ لما ياخد لون شويه. يلا. حلو. زي الفل. بتحب الزبده والسمنه في الاكل كتير يا شيف مغازي؟ تحس ان احنا متعودين كده في المصريين يعني على اكل زمان والخير والزبده والسمنه الحلوه والكلام ده، والاكل يكون ولا مقضيها هيلثي؟ لا لا، في رمضان الاكل يفضل انه يكون دسم طبعا. صح. وفي شويه دسامه. انا بحب الاكل اكل، يا تاكل مظبوط. ايوه. يا ما تاكلش. تتحسب عليك اكله. تحسب علينا اكله وخلاص. استاذه رانيا، طبعا انت عارفه رمضان في مصر حاجه ثانيه. طبعا. سافرت ورحت وجيتي. رمضان هو مصر. طبعا. رمضان بالنسبه للاستاذه رانيا السيد في طبعا ايه تفاصيله وليه حاجه ثانيه. نحط اللبن ولا لسه؟ نحط اللبن دلوقتي، بس خليني الاول اجيب لك لبن ثاني غير ده. قطع. مش كويس. طيب نشوف مع بعض ازاي نعمل مكرونه بالبشاميل. بحب اقول في المطبخ ابقى لما شعري. يلا. دايما نقلب ده كده. يلا زي الفل. هنزوده كده شويه كمان. احنا متابعين البطاطس. بص الجزر لما اتحط عمل لون كده جميل ازاي. ماشي. كده احنا حطينا الزبده ونقطه الزيت بتاعتنا، وحطينا الدقيق وادينا له لون شويه وقلبناه، وشويه لبن وشويه شوربه، ونسيبه يغلي على النار مع التقليب المستمر. نحط عليه توابل ملح فلفل الكلام يعني ده ولا لسه؟ هتستنى بس بعد الغلوه. في ناس بتحط بيض في البشاميل. اللي بتحب تحط بيض في البشاميل حسب ما انت هتعمليه. ما بحبش البيض في البشاميل. هتعمليه باللحمه، هتعمليها بالفراخ، حسب الرغبه. لا انا عايز اعمل الكنافه القوالب بالتمر. استاذه رانيا تبص عليا كده. يلا خليك انت، خليكي في ده. اقلب بس مكرونه على الشاشه. مكرونه بينا اهيت. انا افضل اقلب. تقلبي لي شويه البشاميل يطلعوا. حاضر. مع المكرونه البنه مع الفراخ. لا لسه مش دلوقتي خالص. استاذه رانيا ده انت لغيت كده فله. ماشي. هتحطش المكرونه؟ ما انت جبتها جنبي، انا قلت هتخليني احطها ولا حاجه. لا ده بس عشان نكتب المقادير. يلا اوكي. مكرونه بينه ومعانا بشاميل ومعانا دجاج مفروم. هي شطوره، هي شطوره يا حبيبي. انت جميل يا شيف مغاسي. استاذه رانيا كملنا سؤالنا. رمضان في مصر حاجه تانية طبعا، ولكن مع استاذه رانيا ايه يعني بيمثل لك رمضان؟ رمضان بالنسبه لي طقوس واضحه وصريحه. حلو. قبل الفطار، تحضيرات الفطار. والروحانيات بتاعتنا المعروفه، لو بنقرا قران، لو بنصلي. يعني بتبقى دايما قبل الفطار فتره قصيره. فما بحبش اشغل نفسي بيها الا بالاكل والروحانيات بتاعتنا والتحضيرات بتاعه الفطار، وده مهم جدا. بعد الفطار بقى بيبقى الواحد طبعا حالته بعد الاكل بتبقى محتاجه الكنبه. ايوه كلنا كده. فبتبقى الكنبه يعني تلفزيون، بتفتح بقى التلفزيون تتابع، تشوف انت بتتفرج على مسلسلات ايه. لو في عزومه بقى بتحلي، بتقعدوا ترغوا، بتشربوا شاياتكم، بتشربوا قهواتكم. بالليل تراويح في البيت. انا بحب يعني دايما اكون في البيت. طيب نطلع من رمضان الشهر الكريم، نرجع بقى للزمن الجميل عام 2000. وانت منتظره نتيجه النطق بانك تكوني ملكه جمال مصر عام 2000. الله، ده انت هتفكرني بايام حلوه. لازم نرجع الايام الحلوه دي. ده انت هتفكرني بالايام الحلوه.
اتفضلي. كانت طبعا تجربه حلوه قوي يا شيف. حلو. وكانت من اجمل التجارب اللي مريت بيها في حياتي، تجربه كونت فيا حاجات كتير وتجربه علمتني كتير. كنت صغيره، كان عندي 19 سنه. وكنت يعني الحمد لله قادره امثل بلدي على جميع المستويات. حلو. يعني انت عارف مسابقه ملكات جمال الكون دي بيكون فيها كل بلاد العالم. احنا كنا حوالي 80 بنت. حلو. انا كنت طبعا بيبقى صعب شويه ان بنت عربيه مسلمة تكسب، يعني ما بتوصلش للأسف. لأسباب خارجة عننا كلنا. ومجهود مش مجهود، احنا نقدر. حل. بس يعني انا مش عارفة ليه بيعملوا كده. بس الحمد لله قدرت اني اعمل سكور عالي جدا جدا لبلدي. حل. من 80 بنت، وكانت تجربة رائعة. رجعت بقى منها كانت بقى وش الخير بقى. بعد كده الشغل بقى ابتديت بقى اشتغل مذيعه، تعرضت علي عروض كتير. تمثيل، غنى، تقديم. كان بالنسبه لي تعرفي تغني؟ هم كانوا شايفين ان انا صوتي فيه حاجه. لا بس انت في الحياه حضرتك تعرفي تغني؟ عندك هوايه الغنى؟ مش قوي. لا مش بحب اسمع كتير. اتعرض عليا زمان من دكتور شريف صبري ان كان عايز يعمل بيا اغنيه او باند. وانا الحقيقه رفضت. اتعرض عليا مثلا من المخرج العالمي يوسف شاهين فيلم برضو. بس ما كنتش قد التجربه لسه، كنت صغيره. حل. وكنت بخاف. حل. وكان بالنسبه لي انسب تجربه هي اني اكون مذيعه ومقدمه برامج. وبعدين لما كبرت شويه لقيت نفسك في الحته دي. لقيت نفسي بقى اتعرض عليا حاجات في قصه التمثيل، اخذت ورك شوب واشتغلت على نفسي وتعلمت لحد ما بقيت مذيعه وممثله. طب كويس قوي. انا استاذن حضراتكم نشوف مقادير الكنافه بالتمر. هنعمل قوالب الكنافة بالتمر يا أستاذ. انت بتحط عليها ايه بقى؟ سكر؟ طيب حاضر زي الفل. ده التمر بتشيل النوى منه كده. شفت ازاي اهوت؟ حلو متفصص حلو زي الفل. لازم. وخلي بالك الا تطلع لك نوايا هنا يا استاذه رانيا تبقى كارثه بقى في البق. لا الكارثه اكتر بقى تيجي ديت من حظ حماتك وانت عازماها على الفطار. يا او حظ حد من ضيوفك. مقصوده غير مقصوده. شوفي محامي يدافع عنك. شوية مية زهر ماشي على التمر. وشوية مية زهر على الكنافة. مية زهر. مية زهر. دي حاجة لطيفة كده. شوف أنا بقى معلوماتي في الحلويات ضعيفة جدا. يعني آكل الحلو قوي. بس ما أعرفش أعمله. لا يعني برضو المطبخ مش لازم تعرف تعملي حلويات. يكفي إنك أنت بتعمليها. واللي بنى مصر في الأصل حلواني. وخاصة مع الكنافة الجميلة الحلوة. جميلة طبعا. لازم تفلفليها بالسمنة. رمضان ما يبقاش رمضان من غير الكنافة. هي الكنافة دي اللي استقبلناها طبعا. هي الحكاية. دي طبعا ضيافة المصريين أيام زمان. شفت ازاي اهيت؟ على رايك دلعوها وغرقوها وشكلطوها وشكلطوها ومنجنوها وعملوا فيها كل حاجه. بس احلى كنافه الكنافه بتاعتنا الحلوه. اللي احنا بنحبها بالكريمه. احلى كنافه تاكليها ساده مش بالكريمه؟ مش بالكريمه. والشربات بتاعها يكون عصير ليمون وسكر. انا بحب الكنافه بالكريمه قوي. وشربات على البارد تعملها حلوه قوي. بمناسبه الكنافه معلش يا استاذه رانيا تطرقت للموضوع بجد. انا شايف بهدله للكنافه. الكنافه اتبهدلت. جربوا تاكلوا الكنافه الساده المتحمره بسمنه بلدي. في صينيه وفي الاخر تسقيها الشربات. الشربات عباره عن عصير ليمون وسكر شربات وما يغليش على النار اللي هو الليموناته. ويشربوا الكنافه وهي سخنه. لطيف جدا. طلعينا فاصل تاني يا استاذه رانيا. نطلع فاصل ونرجع على طول علشان نكمل مع بعض اكلتنا وسفرتنا الحلوه مع شيف مغازي. اتفضل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره لعمل مكرونه بالبشاميل بالفريق. مع الدجاج. حلو. ايه رايك؟ جميلة. انا دايما بحب احط بقى هنا الجبنه الموزاريلا. ايه رايك مع البشاميل كده؟ بص زرانية. واقلب الجبنه مع البشاميل. اوكي. دي الفكره. ونغرق المكرونه. بتحب في ناس بقى بتحب البشاميل يكون طري كده. وفي ناس بتحبه ماسك نفسه. انت بتحبه ازاي؟ لا هو البشاميل مدرسه. اذا احنا هنحطه على باسطه مكرونه لازم يكون خفيف. صح. لان المكرونه هنا بتدينا نشويات. انا بحبه طري في حاله لما نحطه مع الخضار. شفت الحلاوه دي كده. انا بحبه في كل الاحوال طري. حلو قوي. تمام زي الفل. اوقات في ناس تحط عليه شويه جبنه. شويه معلقه جبنه كده مطبوخه. ايوه زي الفل كده اهوت. تحطينا دي في الفرن يا استاذه رانيا؟ ايه رايك المكرونه دي تدخلها الفرن؟ يلا. انا عايز تشوف السمبوسه وجمالها ودلعها. على حلاوتها في الفرن. اخدت لون يجنن. ودي صحيه اكتر عشان تاخد زيت اقل. يلا اتفرج على السمبوسه. اتفرج على الحلاوه. الحلاوه دي صحيه اكتر طبعا. سمبوسه مشويه ولاول مره على شاشه القناه الاولى. استاذه رانيا هتغرفها لنا بقى.
ايه رايك تحفه الدنيا كده؟ انا معجبه قوي بالسمبوسه اللي مشويه. ما خلي بالك احنا برضو لازم نعمل الاكل علشان خاطر ايه ضيوفنا ومشاهدينا ومتابعينا عايزين يشوفوا الاستاذه رانيا عملت السمبوسه المشويه ازاي. اه اجيب لك حاجه تغرفي بيها؟ يلا اتفضل. يلا ميرسي. يلا شيل لك دي من هنا. قربت كده شويه. انا سايب لك المطبخ تشتغلي فيه براحتك. انا اهو بص لذيذه قوي السمبوسه المشويه دي وما بتاخدش زيت كتير، ده انا لازم هجربها. وبعدين خلاص بقى يا شيف مغازي انت علمتني لف السمبوسه انك تحمريها في الزيت. ماليش حجه بقى. ماليش حجه خلاص. استاذنك اجيبها جنبك كده. يلا عشان برضه شوف انا بريحك ازاي في المطبخ. ايه رايك مساعد شاطر؟ جدا وشاف شاطر جدا جدا. ميرسي شكرا. قلت لك الكنافه دي اكملها انا هنا. تجنن على فكره انا بحب البلح قوي. حلو قوي. مامتي بتعمل قطايف بالعجوه تجنن. ايه يلا يلا تمام. شوف هنعمل ايه بقى في الكنافه. مخرجنا الجميل. ايوه حبيبي يا شفيق. اه انت بتحطها على الوش. شوف التمر اهوت في الكنافه وهتحط عليها رق كنافه تاني وهحط عليها طبقه كنافه تانيه. حلو. والسمبوسه في ايد الاستاذه رانيا السيد بتتكلم مصري مشويه. بتتكلم الحشوه عارف. فيها لحمه مفرومه. أيوة. عليها شويه صنوبر مش هتلقى، عليها شويه لوز عشان تبقى مزاجها لوز مش هتلقى، من غير مكسرات برده مش هتلقى، عليها شويه حب زي الاستاذه رانيا كده لازم تحب المطبخ. اه استاذه رانيا انت قلت لي بتخش المطبخ وانت متضايقه، طلعي غلك اوقات وفرصتك. لا مش طول الوقت، مش طول الوقت، مش طول الوقت، بس كتير لما ابقى زهقانه وبفكر كتير. اقرر ادخل افتح الفريزر واطلع الحاجات واقعد اعيش بقى واطلع كل اللي في بالي في الاكل. حلو. وبيطلع الاكل حلو قوي. وكتير طبعا لما ببقى رايقه او بيبقى لازم اعمل اكل زي في رمضان وفي الفطار وفي الغداء والكلام ده مضطر لازم تخش المطبخ يعني احيانا. بس انا بدخل المطبخ وبطبخ يعني بنفسي. بتلسع كتير قوي قوي للاسف بسبب الموضوع ده، عندي حوادث كتير. والله لحد ما اتعلمت بقى حبه حبه، لاني زي ما قلت لك انا حبيت المطبخ على كبر. يعني مش طول عمري البنت اللي بتحب تطبخ ومش طول عمري البنت اللي بتحب تعمل اكل ولا كنت بس بعرف. المطبخ هو في الاخر مصير كل ست اللي هي تطلع منه حاجه حلوه. هو هوايه وحب ومذاق ومزاج خاص جدا وكل واحد ليه ذوقه في الاكل. انا بعتبر هو محطه الرسائل اللي تقدري توصلي بيها رساله لكل محبينك لكل اهلك. بس الولاد بقى بيتعبونا يعني في ولادك اسرتك اللي عايز بقى كذا واللي مش عايز كذا واللي ما بيحبش كذا واللي طبيعي. ما بيحبش كذا طبيعي. صعب بقى ترضي كل الاطراف بس بحاول بحاول اعمل اصناف مختلفه عشان كل واحد يلاقي الحاجه اللي ده اللي انا بقوله يحبها. وقلته من بدايه الشهر الكريم في الذات لما نيجي نعمل السفره بتاعتنا تكون متنوعه. بكميات قليله. كل ايه رايك حطيت لك السمبوسه شوفي في الطبق بتضحك. شفت الكنافه دي كمان اهيت لازم نضغط عليها جامد كده وتكون كلها سوا بعضيها وتخش في درجه حراره فرن. تحط طبقه كنافه وتحط في النص التمر او البلح. البلح وتحط عليها طبقه ثانيه. وبعدين ممكن تحط على فكره اي نوع فواكه انت حباه، يعني ممكن تحط تفاح مش عايزها بالتمر اقبلها بالتفاح، اقبلها بالموز، بالفواكه. ما دي احلى حاجه في المطبخ بقى ان كل واحد بيعمل على حسب ذوقه وعلى حسب مزاجه. كده ورقه السادة المشاهدين اشرحي لي اتعملت ازاي دي. عملنا ايه؟ عملنا بعد ما عملنا الكنافه حطينا طبقه كنافه وبعد طبقه الكنافه حطينا عليها. اشرحي للساده المشاهدين. اشرحي للساده المشاهدين. حطينا طبقه كنافه وبعد طبقه الكنافه حطينا عليها البلح اللي احنا مفصصينه كويس جدا جدا وبعد كده حطينا طبقه كنافه ثانيه وضغطناها كويس عشان تبقى مضغوطه حلو كاننا بنعمل كب كيك. طب ليه ما نتكلمش كانها خبر يعني يحكي ان انت شاطره جدا في المقدمه بتاعتك. عايزك اشرحي لي. لا مش انا عارف احكي لنا ازاي انت تقدري تعمليها باللغه العربيه يعني. باللغه العربيه. لا انا يعني بتكلمش بطريقتك. انا ما بتكلمش لغه عربيه فصحى. فيحكى انا بتكلم بلغتنا العربيه المصريه. يعني زي ما بكلمك كده بالظبط. ازاي احنا عملنا الكنافه دي بما ان الكنافه هي طبق بتاعنا في رمضان. عملناها ازاي؟ سقينا الكنافه سكر وسقيناها ميه زهر. حلو. وسقيناها عسل. صح. حلو. وبعدين دوبناها كلها مع بعض وحطيناها وخلطناهم كلهم سوا. حلو. وبعدين بعد ما اتفرشت الكنافه حلو وسبناها شويه في ميه الزهر والسكر والعسل تشرب الشربات تشرب الشربات بتاعها براحتها.
عملنا ايه؟ جبنا الصينيه اللي هي شبه الصينيه اللي انتوا شفتوها دي، وحطينا طبقه كنافه، وبعدين كنا مفصصين البلح، حطينا طبقه بلح، وبعد طبقه البلح حطينا طبقه كنافه ثانيه، وبعدين ضغطنا عليهم جامد جامد جامد. وبعدين شيف مغازي جاب لي العسل. اسقي ولا مش دلوقتي؟ لا لما لا مش دلوقتي، لما تطلع من الفرن. لما تستوي بقى نستنى بقى نشربها كل الشربات الحلوه. الله الله الله، رشه موتزاريلا كده من فوق ما يضايقكش؟ لا، رشه بقدونس تقصدي. بقدونس؟ بقدونس. ما بتحطش جبنه من فوق؟ الشوربه بتاعتنا. الله، شوربه البطاطس الجميله دي كمان. شوربه البطاطس لذيذه جدا، حطينا بصل وحطينا ثوم مفروم وشوحنا، وبعدين حطينا بطاطس متقطعه واديناهم تشويحه، وبعدين حطينا شويه جزر. شوف التفاصيل بتاعه الشوربه. البطاطس بدات تتهرس مع الجزر. انا من هواه اللي يشربوا الشوربه يكون بتضربها في الخلاط ولا بتبقى زي ما يعني هي كده؟ يعني ممكن تضربها في الخلاط او انك انت تهرسيها زي ما هي كده عادي، زي ما تحب بتحبها زي ما هي. احنا ممكن نعملها عادي كده في الكب اهوت. انا ببلندد بقى. انا بحب بلندر عادي تضربيها. انا بحب اضربها واحط عليها شويه الكريمه. بس في الحاله دي خلي بالك بتحط لها شويه كريمه لباني. طبعا. مش انت قلت هتحط عليها كريمه؟ نحط عليها كريمه. بس شوف الاول ده فين. مين علمك الاكل؟ ده كلام كبير قوي. مين علمك الطبخ؟ ايوه، احنا معانا وقت قد ايه في الحلقه يا شفيق؟ عشان السؤال ده عايز السؤال ده عايز حلقات مسلسل. طيب حاضر، ماشي. الوالده؟ حاضر، عينيا الاثنين. على فكره شوربه البطاطس في طريقتين للتقديم. انا هجاوب حضرتك على السؤال بس عشان هم عايزين يشوفوها، ان احنا ممكن نخلطها او ممكن نخليها زي ما هي كده في تفاصيلها، وكده كده البطاطس غنيه بالنشويات والكربوهيدرات. فبتديني النشويات بتاعتها، بتدي قوام لوحديها. اوكي، عشان كده بنستغلها في دايما في اطباق الشوربه، تربط الشوربه زي النشا. ايوه، يعني النشا اللي موجود في البطاطس قيمته الغذائيه عاليه جدا، وربنا سبحانه وتعالى خلقه ان هو بيمتص السموم اللي موجوده في الجسم. سبحان الله. فاحنا ناخدها بقى مقليه، مشويه، شوربه، زي ما احنا حابين. طبعا ممكن نغرفها هنا. يلا. اما السؤال بتاع حضرتك، مين علمنا المطبخ؟ ايوه، مين حببك في المطبخ ومين علمك؟ امي رحمه الله عليها، الله يرحمها ويحسن اليها. امين يا رب العالمين. ادي الشوربه اهي، تغرفها كده مغرفه. اللهم صل على النبي. هنا كده اهي، في هنا. ايوه تمام زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، ممكن نحط شويه كرفس احنا حابين. جميل الكرفس في الشوربه، بحبه. بحطه مع شوربه الكوسه. دايما الكرفس هو ملك الشوربه. بحطه مع الكوسه. لا اغرف انت. بحطه مع الكوسه والبروكلي. بحبه قوي الكرفس. وبعدين كمان جماله في خضاره مع الشوربه. ينزل بقى كده. انا عارفك بتحب الحاجات الحلوه دي. هي دي. الله الله على الحلاوه. ايدك يا شيف. تسلم ايدك يا شيف مغازي. طبعا الكرفس بايدك يا استاذه رانيا على الشوربه. يلا اهو الكرفس موجود معانا. ست الكل اهو. اتفضل. هنا اهو مفروم. قطع كمان. طيب انا خلاص كل حاجه جاهزه يعني. مش مشكله. قول لنا السفره بتاعتنا ايه النهارده يا استاذه رانيا؟ السفره بتاعتنا النهارده عاملين سوب حلو قوي، شوربه بطاطس بالجزر تجنن تجنن بطريقه جديده. عاملين مكرونه بشاميل بالفراخ حلوه قوي، بالجبنه وبمقادير لذيذه جدا. عاملين الحلو بتاعنا الكنافه بالبلح. تجنن. احنا كنا عايزينها نسويها. لا عجباني الكنافه قوي، لان هيبقى فيها طعم الكنافه مع التمر. بس مش هتسويها؟ هنسوي بس عشان مفيش وقت. مفيش وقت خلاص. انا عارف المشاهدين شطار في تسويتها. طبعا. بس هي الفكره كلها ان انا حطيت جزء من الكنافه مخلوط بسمنه وسكر وميه زهر، وحطيت تمر وغطيتها تاني بجزء من الكنافه. تجنن. تسلم ايدك. تطلع بقى وهي سخنه تشرب الشربات البارد. حلوه قوي قوي قوي. تسلم ايدك. والسمبوسه المشويه. السمبوسه المشويه. نسيتها. السمبوسه المشويه دي احلى حاجه عجباني كمان. الحلقه النهارده حلقه لطيفه بجد. ميرسي. معايا مذيعه متالقه وممثله شاطره وفي طريقها للاجتهاد. شكرا. ودايما هي مجتهده في عملها كمذيعه كممثله، وده كويس. الاجتهاد حتى في المطبخ كمان جميل. بتعترف ان هي ما بتعرفش تعمل حلو، بس ربنا عوضها في ابنها طبعا ياسين. ايوه، ان هو يكون شاطر في الحلويات. هو اللي بيعمل لي كريب. وعملت النهارده معانا برضو حاجات لطيفه، وعندها استعداد تخش المطبخ وتضحي في ان هي تعمل حاجه حلوه. المذيعه المتالقه وكمان مقدمه برنامج يحكى عنا الاستاذه رانيا السيد. استاذه رانيا السيد، هطلب من حضرتك تنهي الحلقه. حاضر. فضل. انا اولا بشكرك. شكرا. على ضيافتك الجميله واستقبالك الاجمل. شكرا. وبتمنى لك كل التوفيق. بشكر. شكرا. كل مشاهدي القناه الاولى المصريه. على حسن متابعتهم، واتمنى اني اكون ضيفه خفيفه عليكم النهارده، ونكون عملنا لكم اكل لطيف. تشوفوا بكره شيف مغازي في حلقه جديده وسفره جديده، واستنوه دايما في اكله امي. شكرا. شكرا.